سلام، نهاركم زين ومبروك. اليوم ان شاء الله راني رايحه نتقاسم معكم وصفه تاع المقيرط، كنت حضرتها في مجمع الشروق وكانت لقات استحسان تاع الجميع. صدقوني داروا بحاله، داقوه ودالهم عقلهم، جا في خياب ومبسس جاي يحمر الوجه. درتو بشكلين، درتو الانسيان مقرط ودرتو بالطابع تاع المعمول، ودرت له كفكره جديده بالفوقه فواكه مجففه. صدقوني نتيجة رائعة. نجوزوا للمطبخ باش ندو كامل هاد التفاصيل. كما العادة نقولوا بسم الله ونبدأ. عندي 3 كيلات تاع دقيق المتوسط، بصح مايل للخشين الخشونية، صدير ما يكونش هذاك موايا رقيق، يكون موايا خشين. عندي كيلة تاع ليدان، مزيج سمن زبدة وزيت، وضروري نذوبوا الزبده والسمن، ولازم يولوا تياد، ما لازمش يكونوا سخونين. نجوش نضيفوا المكون اللي حيمد بنه هايله، الجلجلان محمص. الله الله، ديروا شحال حبيتوا، تقدروا تروحوا حتى نص كاس، ما راهو رايح يزيد غير في البنه. وكاين واحد لاستيوس، نهار نكثروا هكا الجلجلان نديروا بزياده، نقدروا ما نديروش حتى حشو، معناتها نديروا مقيرط صغير مقطع هو هكا معمر بالجلجلان، وحيجي فريمون هايل. نسمو بشويه تاع لافاني وقرص على راس المغرفه هكذا، مي فريمون ما تبانش، تاع الخماره، وندير الملح اللازم. ضروري الملح يكون لا كاين واضح، لانه السميد يحب الملح، وباش نتفاداو اي مشاكل تاع الدقيق ما يكونش من نوعيه جيده ولا يتفتح لنا، نديرو مغرفه واحده تاع الفارينه هكذايا. نفرغ اليدان ديالي ونقعد نبس هاد الدقيق حتى وين فريمون يتغلف. بعد ما نبسس كامل الدقيق ديالي ونغلفه بالسمن، نخليه قد ما حبيتو قد ما خليتو، راهي النتيجة حتكون رائعة. تحبو كامل صبيحة، تحبو سويعة، تحبو نص نهار، كيما حبيتو. عاودت وليت الدقيق ديالي، نعاود نفتحو، تلقاوه يبس شويه، ضروري تعاودوا تفتحوه قبل ما نبداو نبلو. ناخذ نفس الكيله اللي عبرنا بها الدقيق وليده، نديروها خليط بين ماء وماء الزهر. واذا كانت كميه تاع الدقيق تاعكم الكيله اللي درتوها صغيره، تقدروا تجمعوه كامل بماء الزهر كيفاش راهو رايح يجي ينفنف. وضروري الماء مع ماء الزهر يكونوا دافيين هكذا باش ما يصاوبناش تكتلات. ونبداو نلمو، ابدا ما نعجنوش، الطريقه المعروفه تاع المقروط. نقدروا نفرغوا 4 كيلو الاولى كامله هكذا، فوالا، ونقعدوا نفتلو فيه، ابدا ما نعجنوش. النص كيلو اللي قعدت لي تاع الماء والمزهر نروح معها غير بالعقيله. ضروري الدقيق تاعكم ما يجيش جاري، الا جا جاري راهو رايح يجي يابس، لازم نعطولو غير واش يسحق، ابان يكون طري بزياده مي ماشي جاري. نخلوه بيدمان دي باراتي ولو بلان دو طراي، نعاودو نولو نلقاوه موزون هكذا. باش نحضروا العقده تاعنا تاع هذا المقيرط، عندي التمر كيما راكم تشوفوها، وباين بلي التمر ريحته هداوين ومخلط بالعجوه، راكم تشوفوا اللون ديالو. ندير عليه رشه تاع القرفه، تحبوا تزيدوا رشه تاع القرنفل للعشاق ديالو. وندير الجلجلان اللي حمصته في الكوشه، خليته فريمون طاب للقلب يشهي قد ما درتو، ما راكم رايحين تزيدوا غير في البنه. ونضيف كذلك مغرفه ولا اثنين تاع ماء الزهر. انا ياكي تاع الدار مي فريمون طري، شوفوا كيفاش طري. ولكن اذا شريتوه تاع العلب ماشي التمر، ضروري ديروا ماء الزهر حتى تحصلوا على قوام دائما نقولكم يتلاصق. من بعد تبيتوه في الثلاجه، كي تبيتوه راه رايح يبرد ويجي في القوام المثالي، وكانا كي تدخلوه يطيب في الكوشه راهو رايح يتبخروا هذوك السوائل ويقعد لكم فوندون، راهو هايل. ومع هذا حنزيد له مغرفه تاع ماء الزهر.
شوفوا لي العجين ديالي دقائق فقط كيفاش ولا موزون كما راكم تشوفوا، ما فيهش الماء بزاف، ما تزودوش عليه الماء، يعني ديروا واش لازم، قطرات زايدين ما فيها باس ولكن ماشي كتر، سينو راهو رايح يجيكم يابس. كما العاده بصح وشنو في المقير نسيي نرقق هنا في هذه المرحله، ما نخليهاش خشينه كما مالفين نديروا مع المقروط تاع المقله، سورتو هذا حيطيب في الفرن على نرقق. تقدروا تخدموا بلا مواتي تاع هذا، ماشي كيما انا راني حنديروا على دفعتين هكذا. رققت ومشيت ونجي وناخذ التمر، ما نديروش بزاف تاع التمر، نحاولوا التمر يكون غير واش لازم. نجي نغلق هكذا، دخل التمر ونغلق. جو سود بيان 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 قبل ما نقلب ونبدا نحربش في البودا هكذا. شوفوا قلبته بكل سهوله. دوك راني حابه ان سطح العمل تاعي شويه ضيق، نقسم على اثنين، اوب نحط هذا جانبا ونبدا نرطب في هذا البودا وندور. شوفوا مازال يزيد يترقق شويه هكذا ونرطب. شفتوا العجينه كيفاش مريحه شاربه واش لازم. شوفوا كيفاش جا الحربوش تاعي، البودا هايل، نرقق كيما نتوما حبيتوا الحجم. الوغ كيما تفاهمنا درنا الحربوش ديالنا، العصيه تاعنا راهي رقيقه راهي تشهي، والثانيه كذلك شوفوا ليا راهي هايله. ودوكا نقول بسم الله ونجي ونبدا نقرط. اوب نبدا من الطرف، نديرو مقيرطات صغار. نبداو نحو فيهم كاملين ونسقموهم، وهكذا نقعدو نسقمو نعطولو شكل دائري يجي بيان بومبي، وإذا حبيتو نديرولو شكل شباب وعلاش لا لا. اوب اختياري ماشي كامل ضروري. نجي ندير كرات، قلنا حنديروه اون مينياتور غير مقيرط صغير هكذايا. نوجدو كامل الكرات باش يجينا العمل سهل، تقدروا توزنوا الكره الاولى وتتبعوا عليها هكذا، الحبات كامل حيجوا بنفس الحجم. وزنت كامل العجينه ديالي، درت كرات وبنفس الطريقه وزنت التمر ديالي، كلش راهو مضبوط. وزن التمر نصف تاع العجين ولا العجين ضعف تاع التمر. نجي ناخذ الكره ديالي تاع العجين هكذا بكل سهوله وندير التمر، نغلق هكذا ونحطها في الطابع. اوب نزيد نغلق عليه هكذا هكذا، نفتح ونحي الحبه ديالي. ستفت كامل المقيرطات ديالي في ان بلاتو، درت له شويه تاع الفارينه اكيد، نحطه في الكوشه اللي راهي مسخنه لاقصى درجه، نخليها فريمون تسخن، نحطه في الرف الوسطاني، نقص له نخليه يطيب بعقله. ليسونسييل في الاول هو الكوشه ضروري تكون سخونه باش كي ندفعوه يطيب ابدا ما يخرجلوش ليدام ديالو. المقروط تاعي كيما شفتوا طاب تحمر راهو يشهي، خليته ابان ابان دقائق ودوكا نبدا نعسلو. العسل دفيتها مقبيله ودرت لها قطره، مي فريمون قطره تاع العسل ولا بليتو تاع ماء الزهر هكذايا. لاستيس وشنو هي، نخليه يتشرب شويه، انا ما نطولش عليه في العسل باسكو لي فريابل يتشرب بكل سهوله، ونحطو في صينيه ماشي في الكسكاس، ونخليه هذاك العسل اللي يطيح في الصينيه يعاود يشربو. تقدروا تخلوه هكذاك سويعه زوج فريمون حتكون كافيه.
القرو تاعي بعد ما طاب وعسلناه معا تشرب لي كيما يلزم الحال. شوفوا لهنايا واش عندي، هنايا عندي واش كاين، كاين لافخيز مجففه، الفراوله، كاين الكيوي، وكاين كذلك لي زانانا. لو كان تشوفوا البنه اللي كاينه فيهم صدقوني ما كنتش نتوقع هكاك بنان. قطعتهم هكا دي كوب فريمون، شوفوا كيفاش راني مقطعه رقاق رقاق فريمون، ودرت لهم مغرفه تاع العسل مع مغرفه تاع الجلوكوز فوق النار في الكاسرول، خليتهم دابوا وفرقتهم هنا باش يقعد فيهم البريق، كي تعودوا تاكلوهم فريمون بنان. نحط حبيبه هكذا غير امتي كوب تاع الكيوي وامتي كوب تاع الانانا والفراوله، ونعاود نولو في نتيجة نهائية إن شاء الله. المقيرات تاعها اليوم موجود كيما راكو تشوفو، شوفو ليا كيفاش جا يشهي، مي فغيمون يشهي. درناه أون مينياتور، طيبناه في الفرن، جا مرمل ومعسل فخيابل بواحد الطريقة رهيبة. درناه بهاد لاميثود، درتلو نقش في جهة وجهة خليتها، تحبوا تخلوه سامبل يجي رائع، انا غير باش ندير صور تخرج لي شابه. ودرت كذلك بالطبع تاع المعمول اون مينياتور كامل هذاك الصغير، شوفوا لي الشكل ديالو، فخياب لي يدوب في الفم يتكسر في اليد. درت لهم الفوق هذوك الفواكه الجافه، لافخيز مع الكيوي ومع لي زانانا، بنان 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 مغذيين بطريقة رهيبة. تعودوا تاكلوا في المقروط تلقاو الترميلة والغرس، ومع دهوما فيهم واحد الحموضة خفيفة يشهيو يشهيو يشهيو. ودرت كذلك بيان سور الانسيان، درت له حبيبة تاع القرنفل، عطات له نسمات رهيبة رهيبة. مقيرت درتو باشكال رائعة اوريجينال، بدلنا شوية على غير مقيرت في المقلة والزيت يجي مليح، ولكن هاد الوصفة يعني رائعة، جربوها ابدا ما حاش تندموا. على بالي تحبوا دائما تشوفوا النتيجه عن قرب، شوفوا ليا هاد الحبيبه ما فيهاش والو تفاصيل، شوفوا شحال شابه، شكون يقول طيبه في الكوشه. حبيت نوري لكم النتيجه واش تقولوا فيها. بسم الله، اوب شوفوا ليا التعسيله ديالو، شوفوا شوفوا واحد اثنين، اوب شوفوا 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 كيما شفتوا النتيجه، طيب للقلب، معسل للقلب، يحمر الوجه، بنين، معناتها فيه كامل واش نسحقوا. دوكا ما بقى عليكم غير تجوزوا للمطبخ، تاخذوا غير كيلة صغيرة وتقولوا بسم الله وتجربوه وتردوا عليا بالخبر. وما تنساوش تنضموا لقناتنا وتفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد.